السلام عليكم. اذا مرحبا بالطلبه، كي دايرين؟ بعدا بخير، نتمنى تكونوا في هذه الاجواء ديال الحجر الصحي، كل شيء يكون مزيان، يكون كل شيء كيقرا، كل شيء يكون كيستفد، وان شاء الله ما يكون الا الخير. اذا الحصه ديال اليوم غادي نبدا ان شاء الله مع لي زيكزيرسيس ديال التيوريم ديال غوس، وما تخافوش راه الامور بسيطه، حتى شي حاجه ما صعيبه، غادي نتعامل معها يعني ايطاب بار ايطاب شويه علينا، وان شاء الله كل شيء غادي يكون. اذا اول اكزرسيس عندنا في التمرين هذا هو هذا. alors je prends un cylindre infini uniformement chargé. خدينا واحد السيلندر، كي داير هذا السيلندر انفيني، راه شتيني درت دي بوين، دي بوين الفوق دي بوين التحت، هذا دير سيلندر راه انفيني لهنا والفوق uniformement chargé. alors مشارجيه كل هذا السيلندر، هذه مشارجيه بواحد لا دونسيتي رو، هذه كتسمى دونسيتي فوليميك دو شارج رو اللي هي كونستانت. alors رو كونستانت بمعنى هذا السيلندر كلها شارجي، من يعني من لا سيرفاس ديالها والداخل كلها شارجي، لحقاش الفوليوم ديالها كله شارجي باسكو ليا رو. دونك اول كيسيون طلبوا منا دوني ليكسبريسيون دو شون الكتروستاتيك او في دو كا، الحاله الاولى سي ار انفيريور ستريكتومون ا ار اي سي ار سوبيريور ستريكتومون ا ار. شكون هي ار؟ لا ديستونس اونتر او اي ان، فوالا رو انا خديت ان بوان ام دو ليسباس. الوغ كيما شفنا في الدرس يعني لي زيتاب غادي نحاولوا نطبقوا التيوريم ديال غوس باش نديروا لو شون الكتروستاتيك، مي إليا تخوا زيتاب. اول حاجه نحددوا يعني لو سونس ديال او لي كونسيديراسيون دو سيميتري. اذا غادي نحددوا اول حاجه لو شون الكتروستاتيك في او فين غادي يكون، واش غادي يكون باغ اكزومبل هكا ولا غادي يكون هكا ولا، المهم غادي نحددوا لو سونس ديالو مزيان. الوغ اول حاجه باش نحددوا لو سونس غادي نستخدموا لي بلون دو سيميتري ولا لي بلون دونتي سيميتري. الوغ قبل ما نبدا بهاد لي بلون غادي نذكركم فقط الحاجه، عندي واحد لا ديستريبيسيون يعني كل سيلاندر كل شارجي. الوغ غادي نحاول نخدم بلي كوردوني سيلاندريك. الا تفكروا بلي كوردوني سيلاندريك هادي فقط اشاره، لي كوردوني سيلاندريك كتعرفوهم هما اف في زد. الوغ انا او ليو دو رو غير باش ما تخلطليش مع داك رو اللي عطينا هنا في التمرين، بلاص رو غادي نكتب اف، بلاص في غادي نكتب تيتا، والزد هو زد. الوغ هادو هما لي كوردوني سيلاندريك، الوغ اف تيتا زد هما رو وفي وزد، دونك بحال بحال. الوغ اف كيما كنعرفوها في لي كوردوني لي كوردوني يعني سيلاندريك، ار كتمثل هي هاد المسافة هادي، هي لا بروجيكسيون ديال ام او المسافه ما بين ام و او زد. دونك هذه المسافه هذه هي ار، دونك ار هي هذه من هنا حتى لهنا، دونك سي ار، من هنا حتى لهنا غنسميها ار. ثم تيتا، تيتا كنعرفوها في لي كوردوني سيلاندريك هي الزاويه ما بين محور الافاصيل يعني او اكس، نسميها او اكس، هذه هي او اكس صافي، و او ام صغيرة. ام صغيرة هي لا بروجيكسيون ديال ام كبيرة في لو بلون، كيكون عندك لو بلون او اكس ياك، ياك هو هذا، غادي ندير الاسقاط ديال ام في هذا لو بلون، غادي ندير الاسقاط ديالي مثلا الاسقاط جهة، دونك غاتسمى ام صغيرة. الوغ ام صغيرة هي لا بروجيكسيون ديال ام في لو بلون او اكس ياك، لا بروجيكسيون اورتوغونال. دونك فين هي الزاوية تيتا؟ هي الزاوية ما بين محور الافاصيل او ام، دونك هاد الزاوية سميتها تيتا. والزد هو هذا، الزد هو المسافة ما بين او من هنا لهنا، دونك سي زد. الوغ هادو هما لي كوردوني سيلاندريك. الوغ حتى اللي ما فهمش لي كوردوني سيلاندريك يعني ينساهم، ديجا واحد الفيديو كنت درتو على لي سيستيم دو كوردوني، وانا شرحت فيه لي كوردوني كارتيزيان سيلاندريك اي سفيريك. الوغ نمشي دابا لاباس، هادو بالنسبة لي كوردوني ديالي. الوغ لي كوردوني اللي غادي نخدم في هاد ليكزيرسيس كيما قلنا ار تيتا زد. مزيان، لاباز ديالي يعني لاباز سيلاندريك غادي نسميها او ار، يعني حتى ار عندي او ار، تيتا غنسميها او تيتا، او زد. دونك هادي هي يعني لاباز ديالي. دونك انا غادي نديرها او ار، مع ما كتكون ماشي، شوف معايا مزيان، ها ام ها او زد، درت الاسقاط ديال ام على او زد، هنا راه الزاوية قائمة باش نتفاهمو. دونك هاد المسافة من هنا لهنا كتسمى ار، هاد المتجهة هادي اللي ماشي هكا كتسمى او ار، صافي؟ كاين او ار، كاين او تيتا، وكاين او زد. او زد هي نفسها او زد اللي كاين، شفتو هادي او زد، هادي او ايكغيك. الوغ او زد هكا، حتى هنايا او زد غادي تكون ماشي هكا بحال.
E-theta غادي تكون عمود ديالي بجوج، انا غادي ندير غير هكا هنا في الوسط، دونك E-theta. ما ننساوش بلي E-theta E-R E-Z ثلاثة بهم تاع متعدي. إذا أول حاجة نحدد لو سونس ديال لو شون إلكتروستاتيك في لو بوان أم، يعني لا ديريكسيون ديالو. ألوغ دونك نحتاج لي بلون دو سيميتري. شوفوا معايا مزيان كيفاش نتعامل مع البلون دو سيميتري. تخيلوا، شوف غادي نضرب يدي هكا هكا، أنا خد يدي هو لو بلون، هو المستوى دايز من أم. غادي نرسم واحد المستوى دايز من أم وكيوازي المستوى أو إكس إيكغيك. ألوغ شوف معايا مزيان لو بلون، أنا نكتب لو بلون، le plan ياك parallèle au plan au x y ياك نسميها هنا P1 le plan نسميها هنا le plan P1 entre parenthèses. Donc le plan P1 parallèle au plan au x y et passant par M est un plan de symétrie. Voilà, et on peut le commander je plan de symétrie. Est un plan de symétrie. Alors, un plan, je vois un plan de symétrie. Je vais faire un dire. Je vais dire, je vais dire, un plan de symétrie. Il est un plan de symétrie, je dis deux points. Je dis, je vais faire un point à M. Je dis, je vais faire un point à M. Tu imagines, M est moitié de M. Alors, je vais faire la densité اللي كاينه في هذا البوان ام بريم كتساوي لا دونسيتي في النقطه ام، يعني رو في النقطه ام كتساوي رو في النقطه ام، هذه كتسمى لا دونسيتي فوليميك دو شارش. الوغ الا كان رو متساوي دونك هذا كيتسمى ان بلون دو سيميتري. الا كان دونتي سيميتري، الا كان هاد اليد ديالي ان بلون دونتي سيميتري، غادي تكون عندي رو في لو بوان ام ايكال موان رو في لو بوان ام. صافي، دونك اذا تحققت الشرط هذا سي با فلو دو سيميتري، تحققت الشرط هذا سي با فلو دو سيميتري. الوغ انا اش من شرط تحقق حاليا؟ انا خديت هاد لو بلون هذا، اول حاجه لو بلون خصو يقسم لي السيلندر على جوج. اصلا هاد لو بلون هذا كيقسم السيلندر على جوج، لان هاد السيلندر هذا انفيني. شوف معايا بحال هذا غنعتبرو نص والفوق نص، ماشي بالضروره غير هذا، خد اي بلون داير هكا، ناخذ بلون واحد اخر داير هكا، طبيعي الحال كيوازي او اكس ايكغيك، واحد اخر داير هكا، راه بما انها انفيني غنعتبر هذا نص وهذا نص بحال متماثلين. خذ واحد الفوق فين ما بغيت، علاش؟ لان السيلندر ديالي انفيني، دونك اي بلون، خذ اي بلون كيف ما بغى يكون، يكون باراليل مع او اكس ايكغيك، يعني كيوازي او اكس ايكغيك، سي ان بلون دو سيميتري. مزيان، الوغ لو بلون بي ان باراليل او بلون اكس اي ان بلون دو سيميتري كي باس بار ان. علاش سمينا بلون دو سيميتري؟ اول حاجه لانه كيقسم السيلندر على جوج، ثاني حاجه الا خدينا هذا هو ذاك البلون، قول هو هذا بي ان. إلا خديت دو بوا هنا ان وهنا ان بريم تماثلي، رو في هاد النقطة كتساوي رو في هاد النقطة، منين جبت انا هاي شنو قالوا لي؟ ان سيلاند انفيني اونيفورمومون شارجي سافو دير رو ايكال كونستونت. صافي اتفقنا، يعني رو في النقطة ان كتساوي رو في النقطة ان بريم، دونك سي ان بلون دو سيميتري. ماشي، دونك هذا ان بلون دو سيميتري، و ان كتنتمي لبلون دو سيميتري. دونك القاعدة كيقول لك إلا كان عندك ان بلون دو سيميتري وعندك واحد النقطة M كتنتمي لبلون سيميتري، ألوغ لو شون إلكتروستاتيك في داك النقطة M كاين في داك لو بلون. سا فو دير لو شون إلكتروستاتيك في لو بوان M باراليل مع البلون بي أن، دونك دونك غادي ندير أن E في النقطة M فين جا؟ جا في لو بلون، نقدر ندير ليا نتامي، المهم غادي ندير إي باراليل باراليل ها بي، يعني جاي بحال دابا هذا هو بي ان، هذا هو بي ان، هذه هي النقطة ام، فين جا دو؟ المهم جا هنا الداخل، إما هكا إما هكا إما هكا، المهم راه كاين في لو بلون. صافي مزيان، دابا هذا بلون سيميتري واش داخل؟ دابا لحد الساعة لحد الساعة أنا عرفت بلي لو شون إلكتروستاتيك في البوان ام جاي في لو بلون بي ان. مزيان، ولكن مازال ما حددتش لونسونس لحد لا ديريكسيون لحد الساعة، المهم راه في لو بلون. خصني ناخذ ان اوتر بلون دو سيميتري. شوف معايا مزيان، غادي ناخذ واحد لو بلون ديال هكا هكا، شوف هكا كيقسم السيلاندر على جوج هكا، حتى هو سي ان بلون دو سيميتري. علاش؟ ها هو تخيل هذا البلون هو هذا قاسم السيلاندر على جوج ديزا في الوسط. الا خديت نقطه من هنا ونقطه من هنا، راه رو في هذه النقطه كتساوي رو في هذه النقطه. خذ وحده اخرى عاوتاني هنا، وحده المماثله ديالها هنا بطبيعه خصهم يكونوا متماثلين، وروف هاد النقطة كتساوي روف هاد النقطة، منين جبتها لحقاش قالوا لي رو ايكال كونستونت. مزيان،
Alors, هذا البلان اللي دايس في الوسط هكا سي ان بلان دو سيميتري مرسيدوس دايز من هنا شوف معايا زين الوغ لو بلان فيرتيكال عمودي على او اكس واي لو بلان فيرتيكال اي كي باس با ام اي ان بلان دو سيميتري نسمي بي 2 دونك لو بلان بي 2 نسمي فيرتيكال دونك لو بلان اي كي باس et qui passe par M est un plan de symétrie. Est un plan de symétrie. Donc on a deux plans de symétrie. Donc alors E fingette. Alors E qui dira parallèle à P2. Il est juste je vais d'abord. Si le champ qui est le plan P1, maintenant c'est le plan P1, c'est P1, ou quand tu as le plan linéaire, l'idée est sur le P1, il y a une verticale, P2. Et bien, madame, tu as le P1, ou fin de l'heure, tu as le P2, bien, on a fini, j'ai le point M. Le point M, j'ai le taqator, il y a le taqator. Il y a le mousseau de l'IZHK, ou il y a le هذا ان بلون دو سيميتري وهذا ان بلون دو سيميتري دونك فين جات في التقاطع ديال بلون او بلون فين كيتقاطعوا وفق مستقيم اون دروات الو فين كيتقاطعوا في واحد لا دروات سميت داك لا دروات اللي كيتقاطعوا فيها وراه هي هادي شتي هاي شوف معايا مزيان ها هي هادي هي النقطه ام هنايا ياك هذا او زيد انا غادي ندير هاد السيلو هو هذا او زيد شتي هذا او زيد وهادي النقطه ام هادي دي سي ان بلون دو سيميتري وغادي ناخذ ليد الاخرى هاكا شتي في كيتقاطعوا مع هذا المستقيم هذا المستقيم هذا راه عمودي على او زد اذا معنا المشي فين هو العمودي على او زد هو هذا شتي يعني لو شون الكتروستاتيك مع من غادي غادي مع او اخ كيمشي مع او ها انتما نلعب ها او زد ها البلون دو سيميتري ياك هذه النقطه هنا صافي هذه يدي والبلون دو سيميتري الثاني داير هكا الو فين كيتقاطعو كيتقاطعو هكا هذه النقطة ام طبيعة الحال هذا المستقيم هذا عمودي على او زد الا كانت هنا النقطة ام سميت هذه المتجهة اللي ماشي هكا او اف شتوها او اف تخيل شوية مزيان بمعنى لو شون الكتروستاتيك مع من ماشي مع او اف اذا استنتجنا بلي او اف ماشي مع المتجهة او اف اذا شنو غادي نكتب دابا هنايا دونك انا غادي نمسح هادو إذا نحن استنتجنا لي بلون دو سيميتري دونك شنو غادي نقولو دابا دونك فينالمون شنو غادي نقولو دونك او في النقطة ان في ينتمي ولا يوازي نديرو يوازي اياش التقاطع ديال بي ان لو بلون بي ان انتيغ لو بلون بي دو لاحقاش جاية في لو بلون بي ان جاية في لو بلون بي دو دونك كتوازي التقاطع ديالهم التقاطع ديال المستوي هو مستقيم دونك فينالمون دو le champ électrostatique في النقطة M مع من ماشي ماشي مع R ماشي مع R شوف معايا مزيان شنو غادي نكتب هنا غنكتب E R علاش كتبت انا E R لحقاش شوف معايا مزيان حنا في يعني في لي سيستيم كوردوني ملي كناخذ واحد المتجهة مثلا الى خدمت بلا باس كارتيزيان ملي كنقول لا باس كارتيزيان سافو دير اكس جي كا ولا او اكس او ايغري او زيد انا نمشي مع هادشي اللي سميتو او اكس EY EZ شنو كنكتب هنايا كنكتب الاوفصول ديالي مثلا نسميه هنا UX الوغ شكون هو UX هو الاوفصول ديالي زائد UY EY يعني الاورتوغ ديال UY زائد UZ سافو دير الكونسول ديال UZ صافي اتفق على هاد الكتابة هادي إلا خدمت في لاباز سيلندريك غادي نكتب U غادي نكتب بحال هكا أو أر نمشي مع التسمية اللي سميتهم أنا أو أر هنا غندير أو ديتا هنا غندير أو زد هادي هي لاباز سيلندريك غادي ندير هنا U R E R زائد U تيتا E تيتا زائد U Z E Z سافو دير هادو شنو كيتسماو هادو اللي هنايا شنو كيتسماو لي كوردوني كارتيزيان ديال يعني الوحدة ديال ديكارتية ديال هادو شنو كيتسماو لي كوردوني سيلندريك ديال لي كوردوني سيلندريك ديال الوغ انا E شنو غادي نكتب بهاد الطريقة بلاص E U غادي نكتب E دونك E في النقطة M شنو كيساوي ER ER زائد E θ E θ زائد E Z
بالزيت. حنا في التعبير ديالنا كاينه غير او ار، يعني هادو ما كاينينش، مادام هادو ما كاينينش يعني هادو زيرو، ما كاينينش كاع زيرو. اذا شنو بقات او هي او ار او ار، هادشي اش كتبت هاد الكتاب. مزيان، دونك ساليت ملي سيميتري. قالت لي واحد الحاجه اخرى مهمه، لانفاريونس. غادي ندوز واحد الحاجه اخرى مهمه اللي هي لانفاريونس بار ترانسلاسيون اي روتاسيون. علاش كنحتاج لانفاريونس؟ انا غادي نقول لكم فوقاش كنحتاجو لانفاريونس. اي روتاسيون شنو الهدف ديالنا؟ شوفوا معايا مزيان، حنا غير باش نمشي مع التمرين ديالي، او في النقطة ان هي او ار او ار. مزيان، هذا انا شكون هو المجهول؟ هذا المجهول هو او ار. شوفوا معايا مزيان، او ار راه عندو علاقة، ها هي او ار اون فونكسيون. شكون هما لي كوردوني سيلندري؟ R, θ, Z. Ça veut dire ER dépend de R, θ, Z. مثلا غادي نقولوا حنا حسبنا ER، حسبنا ER لقينا هكا تساوي مثلا 2πR، أي مثال واخا هادشي، زائد مثلا R θ بلس Z مثلا. إذا اللي لاحظتوا معايا مزيان هذا هو ER، عنده علاقة باش؟ عنده علاقة بR، عنده علاقة بθ، عنده علاقة بZ. بمعنى إلا تشونجات R غادي تشونجا ER. Il a changé de θ, change à ER. Changé de Z, change à ER. Bien, ER a deux à la fois trois de les variables. Les gommes R, θ, Z. Je vais mettre entre parenthèses R, θ, Z. Il y a deux à la fois R, θ, Z, les gommes les coordonnées synaptiques. Alors, d'abord, je vais vous dire l'invariance par translation et rotation. Vous allez passer les variables. Mettez-le. Très bien, on dit. Vous dites, mettez-le, ER, que ça arrive, elle a 2πR plus Rθ. Ah, je vais vous dire que c'est ce débat. بلي او ار مالو ديبون دو ار و ديبون ديال تيتا، عندها علاقة فقط بار وعندها علاقة بتيتا، ما عندهاش علاقة بزد، يعني زد ما كتعلقش بها، صافي. ديك الساعة شنو كترجع او ار؟ ما كتبقاش ديبون دو ار و تيتا و زد، كنحيد هذا، صافي ما عندهاش علاقة، كتبقى غير بحال هكا. او ار ديبون دو ار اي دو تيتا. إذا الهدف ديالي من لانفاريونس باغ ترونسلاسيون روتاسيون هو نقصي لي فاريابل. شوفوا في الأول كان عندي ثلاثة ديال لي فاريابل، ار تيتا زد. ممكن نقصي ترجع لي دو فاريان ار تيتا بحال هكا. الو كيفاش كندير هاد لافاريونس؟ باغ ترونسلاسيون اي روتاسيون. شوفوا معايا مزيان، هذا لاكس او زيد، انا رسم او زيد مزيان. غادي ناخد مجموعة من النقط، غادي ناخد واحد النقطة وغادي ندير لا ترونسلاسيون باراليلمون او زيد، غندير الازاحة بالتوازي مع فين هي الازاحة ديالها هكا. عطيني مستقيم، صافي شفتوا هاد المستقيم هذا؟ انا ناخد هنا نقطة ونسميها. شوف هاد النقطة ام غادي ندير لها الإزاحة، مثلا درت لها الإزاحة فوق، عطاتني واحد النقطة ام بريم، ألوغ شنو كتسمى ام بريم؟ كتسمى ترونسلاتي دو ام، يعني الإزاحة ديال ام، ام بريم هي الإزاحة ديال ام بالتوازي مع أو زيد، دونك ام بريم هو ترونسلاتي دو ام باراليلمون ألاكس أو زيد. ألوغ شوف معايا مزيان، إلا كانت رو في النقطة ام كتساوي رو في النقطة ام بريم، يعني نفس يعني هاد المستقيم هذا كولو جميع النقط فيهم نفسه، يعني رو كونستونت غير على هذا المستقيم هذا. الوغ كنقولوا بلي لا ديستريبيسيون دو شارج انفاريونت بار ترونسلاسيون، انفاريونت بار ترونسلاسيون. انا غادي نكتب هكا. الوغ نشوفوا هادشي بدا بصح، هذا هو لاكس او زيد، خديت النقطة ام هنا النقطة ام بي مزيان. الوغ حنا شنو قالوا لنا في التمرين؟ رو كونستونت بمعنى رو في النقطة ام كتساوي رو في النقطة ام بريم، كتساوي رو في هاد النقطة، كتساوي رو في هاد النقطة، في هاد النقطة، في جميع النقط نفس رو. إذا شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي لا ديستريبيسيون كيدايرها انفاريونت بار ترونسلاسيون باراليلمون ألاكس أو زيد. يعني إذا لاحظتوا هاد النقط هادو كاملين، إذا خديت لي كوردوني سيلانديك اللي هما ار تيتا زيد، هاد النقط كاملين واش عندهم نفس ار؟ ار هي هذه، ار هي المسافه من ام لاو زد، هذه هي ار، شفتوا نفس ار، صافي نفس ار. مزيان، دونك نفس ار غادي ندير ار كونستون. انا كنهضر على هذا المستقيم هذا عندهم نفس ار. تيتا الزاويه تيتا هي الاسقاط، ها هو الى كناخذوا مثلا المستوى او اكس ايكغيك، ياك مثلا تخيلوا هذا هو او اكس، هو هذا اللي فوق وهذا او ايكغيك، وهذا هو ذاك المستقيم هذا او زد خارج عليه، غادي نسقط هكا جميع النقط. الا درت لهم الاسقاط، الا سقطتهم
في المستوى او اكس او واي غادي يجيو كاملين في نفس النقطه. هادو كاملين الا درت لهم الاسقاط في المستوى او اكس واي غادي يجيو في نفس النقطه، بمعنى كاملين عندهم نفس الثقه. لاحقا شكون هي الثقه؟ هي الزاويه ما بين محور الافاصيل و او ام صغيره. ام صغيره هي الاسقاط ديال ام كبيره في المستوى او اكس واي. الو كل ما عندهم نفس الثقه وكل ما عندهم نفس الاخر فين مختلفين؟ هي في الزهد، كيختلفوا غير في الزهد. الوغ لا ديستريبيسيون ديالي هي انفاريونت بار ترونسلاسيون باراليلمون على اكس او زد. يعني شنو المعنى ديال واخا شونجينا زد، واخا شونجينا زد نفسه صافي نفسه واخا شونجينا زد. الوغ في هذه الحاله هذه كنقولوا باللي او ار نو ديبون با دو زد، ما عندوش علاقه بالزد. سافيغ باش كيتعلق فقط بار او تيتا صافي. الوغ شنو غادي نكتب؟ غادي نكتب ديريكتومون كي دايره لا ديستريبيسيون ديالي. لا كنكتب بحال هكا لا ديستريبيسيون ديالي، يعني هاد لا ديستريبيسيون كامل هي السيلا. لا ديستريبيسيون اي انفاريونت، يعني ما يعني غير متغيره، انفاريونت بار ترونسلاسيون parallèlement à l'axe OZ. يعني هذا هو المعنى. الا خديت مجموعه من النقط ياك جايين في واحد المستقيم كيوازي او زد، هكا واحد المستقيم كيوازي او زد، جميع داك النقط عندهم نفس الغرب لحقاش رو كونستون. اذا في هذه الحاله هذه كنقول باللي لا ديستريبيسيون انفاريون بار ترونسلاسيون باراليلمون على اكس او زد. سيتادير او ار نو ديبون با دو زد، ما عندهاش علاقه بزد. نو ديبون با دو زد. اذا باش كتعلق فقط بار او تيتا. مزيان. عاوتاني دابا ندير حاجه اخرى، غادي نبدل هذه دابا غادي ندير دابا درت ندير روتاسيون اوتور دو زد. هذا هو او زد ياك، هذا هو او زد، وغادي نرسم واحد الدائره هكا. شوف هاد الدائره شحال الشعاع ديالها. خديت انا نقطه ام، راه من هنا لهنا هو داك ام، هو داك المسافه ما بين ام و او زد سميناها ام. حتى هنايا من هنا لهنا راه ام، غير باش نتفاهمو، ام من هنا لهنا كلهم ام، مسافه عموديه. لحقاش دائره مركزها هاد النقطه والشعاع ديالها. الو هاد النقط اللي جايين في هاد الدائرة هادي، دابا إلا خديت واحد النقطة ان بليم هنا، شنو درت الان؟ درت لها الروتاسيون باش حصلت على ان بليم. هنا كتسمى روتاسيون لحقاش النقطة ان كندور هكا كدور صافي. الو كدور حول ماذا؟ حول هاد لاكس هذا اللي هو او زد. الو شنو كنلاحظو؟ رو في النقطة ان هي رو في النقطة ان بليم، يعني جميع النقط ديال هاد الدائرة هادي عندهم نفس الغرب، كلهم عندهم نفس الغرب. مزيان. الو إذا كان جميع النقاط عندهم نفس الغرب ديال هاد الدائرة هادي، إذا شنو كنقولو؟ كنقولو لا ديستريبيسيون إي انفاريونت. هاد المرة بلاش، هذا هو أو زد. شنو درنا؟ روتاسيون. لا ديستريبيسيون إي انفاريونت باغ روتاسيون أوتور دو لاكس أو زد. إلا لاحظتو معايا مزيان هادي، بما أن روتاسيون شكون هي المقصود بها؟ لي كوردوني سيلاندريك أر تيتا زد. أي نقطة تنتمي إلى هذه الدائرة عندهم نفس أر وعندهم نفس زد. هاوتو جميع هاد النقط عندهم نفس الزد، جايين في الدائرة بحال هكا الدائرة، وهذا لاكس أو زد صافي. دونك جميع النقط عندهم نفس الزد. هاو إذا كان هذا أو زد جميع النقط عندهم نفس الزد، إذا عندهم نفس الزد وعندهم نفس أر. فين مختلفين؟ في تيتا. ولكن واخا مختلفين في تيتا، كل يعني كل نقطة عندها تيتا ديالها، واخا مختلفين في تيتا كنلقاو بأن عندهم نفس غو. إذا كنقولو انفاريونت باغ روتاسيون أوتور دو لاكس أو زد، دونك او ار نو ديبون با دو تيتا، لان شكون هو الفاريابل اللي كيتشونج هنا؟ هو تيتا. واخا شونجينا تيتا رو ما تبدلاتش. دونك شنو كيعني هذا؟ كيعني بلي او ار نو ديبون با دو تيتا. الوغ شنو غنزيد هنايا؟ نزيد هنايا فوق. دونك غادي نكتب لا ديستريبيسيون اي انفاريونت par rotation autour de l'axe OZ, autour de OZ. C'est-à-dire ER ne dépend pas
dépend pas de θ. Ma عندوش علاقة بθ. Donc finalement شنو غتستنتج؟ إذا ER ما عندوش علاقة بزد وما عندوش علاقة بθ، عنده علاقة باش؟ بR فقط. بمعنى مني غادي نجاوبو على التمرين خصني في القاف التالي ليكسبرسيون ديال ER، التعبير ديال ER خص تكون فيه غير R، إلا لقينا فيه θ ولا زد دونك حنا غالطين. صافي؟ إذا فينالمون شنو غادي نقول؟ دونك فينالمون إذا ER دونك ER dépend seulement de A-échec قصيت θ وقصيت ما كسبش هنا θ زد، لحقاش في الأول كانت عندنا هكا R θ زد، يعني ER عندها علاقة بR وθ وزد، θ تقصى زد تقصى بقات غير R. شكون اللي قصى ليها θ وزد؟ هو الانفاريونس باغ ترونسلاسيون اي الانفاريونس باغ روتاسيون. دابا فهمنا الدور ديال الانفاريونس. الوغ كاين دو كا، أول حاجة كنحتاجو لي بلون دو سيميتري ولا لي بلون دو سيميتري، علاش؟ باش نحددو E فين ماشية، بحال دابا حنا لقيناها مع من ماشية؟ مع E R. مزيان. من بعد كنستعمل لانفاريونس باغ ترونسلاسيون لانفاريونس باغ روتاسيون. شنو الهدف ديالو؟ نقصي لي فاريون. مثلا انا خدام بلي كوردوني سيلاندريك عندي ثلاثة ار وتيتا وزد، لانفاريونس باغ روتاسيون ترونسلاسيون كتقصي لي بعض لي فاريون، كتقصي لي جوج كتقصي لي واحد الى اخره. صافي. الوغ فينالمون دابا او ار المتجهة او في النقطة ام، ياك انا كنقلب هذا هو السؤال ديالي، او في النقطة ام شنو كتساوي؟ او ار وغادي ندير اونتر بارونتيز ار، سا فو دير او ار ديبون سولمون دو ار. صافي. دابا فين بقى لي بروبليم؟ هي نقلب على ER، راني كنطبق التيوريم ديال لوبس. إذا سالينا من يعني من ليطاب الأولى، ليطاب الأولى هما لي كونسيديراسيون دو سيميتري، هادشي اللي درنا في الكل. يعني لي بلون دو سيميتري ولي بلون دو سيميتري، ولانفاريونس باغ روتاسيون، لانفاريونس باغ ترونسلاسيون، هادشي اللي درنا. دابا غادي ندوزو دوزيام ايطاب واللي هي مهمة، هي لو شوا دو لا سيرفاس دو غوس. مزيان. هادشي اللي غادي ندير دابا، دونك نتسحبو. دابا عندي دو كا، وشوفوا معايا مزيان. انا غادي نختار لا سيرفاس دو غوس المناسبة. دونك شوفوا معايا مزيان، انا غادي نقول لكم علاش. بما ان عندي هنا سيلندر، هادي سيلندر، ف يعني لا سيرفاس دو غوس اللي غادي نختارها انا حتى هي غتكون سيلندر بحال هادي. واخا انا غادي نمسح هادشي وغادي نرسم باش نتهمو هاد لا سيرفاس دو غوس. السيلندر ديالي هي هادي، هادي هي السيلندر ديال طامي، الشعاع ديالها شحال؟ كغون ار. صافي. مزيان. طبيعة الحال ها السيلندر انفيني. صافي. ها هي غندير دي بوان، سافو دير إلي انفيني. دابا الحالة الأولى شنو غادي ندير؟ غادي ناخد مثلا نقطة ام جاية برا، جاية برا السيلندر، جاية هنا مثلا، جاية شي نقطة المهم على برا. الوغ شنو غادي ندير؟ غادي ناخد واحد لا سيرفاس. شنو قلنا؟ لا سيرفاس دو غوس سي تون سيرفاس فيرمي واللي كتكون فيها النقطة ام كونتوني لو بوان ام. إذا غادي ناخد واحد لا سيرفاس كتكون فيرمي. شنو هي فيرمي؟ يعني مبلع، كتكون داخل منها واحد الحجم فوليوم مبلع بحال شي كرة مبلع، ولكن النقطة ام خصها تكون كتنتمي داك لا سيرفاس. الوغ غادي ناخدها على شكل سيلاندر. دابا راني على برا، إذا السيلاندر اللي غادي ناخدها غادي ناخد هاد النقطة بحال هكا مثلا. شوف معايا مزيان، نرسمها هكا، نتمنى هاد الرسم يجي مزيان. شتي هاد السيلاندر هادي الكبيرة هكا، شتي هادي ايماجينيغ، هاد لا سيرفاس دو غوس ماشي ماتيريال، راه بحال ايماجينيغ هي هادي. شتي انا تخيلتها ولكن على برا. شحال الشعاع ديال السيلاندر الحقيقية؟ هادي هي السيلاندر الحقيقية، الشعاع ديالها ار، والشعاع ديال السيلندر ديالي ولا لا سيرفاس دو غوس من هنا حتى لهنا اصلا شحال هي المسافه من او ام؟ المسافه من او، من او عفوا ماشي او، يعني ماكس او زد، هنا او زد، هذا ماكس او زد. المسافه ما بين او زد والنقطه ام هي ار. دابا النقطه ام فين جايه؟ جايه على هذا السيلندر الكبيره، جايه في شي نقطه مثلا نقولوا جايه هنا ام، اي مثال ام، حنا شحال كنعرفوا المسافه من هنا؟ راه هي ار، هذه هي سميناها R. صافي. دونك R، دونك المسافة من هنا لهنا غادي تكون R. ألوغ هنا كاين واحد الخطأ، R ماشي بالضرورة أو M، يعني R هي المسافة ما بين أو زد، المسافة ما بين أو زد و M، ماشي بالضرورة تكون أو M لحقاش أو قدر تجي. أوكي.
Donc, on a la surface de Gauss. Et la surface de Gauss, c'est l'écrira. Donc, on a barre. D'abord, on applique le théorème de Gauss. Et donc, phi, les 4 saouis, l'intégrale, il y a la surface de Gauss, elle est fermée. Quand il y a le E, je me montre à M, scalaire, DS, 4 saouis, Q intérieur, il y a les charges, les gagnants d'après la surface de Gauss sur Y0. Ça fait? Alors, E qui dépend seulement de R, ER, scalaire DS, sous série Q intérieur sur Epsilon. Le flux là, il y a ER, scalaire DS. Il y a ER, scalaire DS. Je vous mets bien, la surface de Gauss. عندنا ثلاثة ديال الجهات، عندنا هاد الوجه اللي فوق، عندنا هاد الوجه اللي تحت، وعندنا الجنب، صافي؟ لي لاتيرال. ألوغ شكون هو لو فلو اللي كيخرج من لا سيرفاس اللي فوق، من لا سيرفاس اللي تحت، ولو فلو اللي كيخرج لاتيرال، مع الجنب. أول حاجة باش نعرف غادي نرسم أنا. دابا إلا رسمت هنايا هادي المساحة الكبيرة، إلا خديت هنا واحد دي إس، دي إس، أن فين غادي تكون؟ غادي تكون هاك، صافي؟ إذا خديت هنا شي دي اس ان هنا فين غادي تكون تحت يعني عمودية إذا خديت هنايا شي مساحة صغيرة في الجناب الجناب ديال بحال هكا الجناب ديال السيلندر هكا دابا غناخد واحد لا سيرفاس في الجناب بحال هكا ان فين غادي تكون غتكون خارجة هكا ان شتي ان و تا او ار ماشي هكا يعني ان او ار ماشي في نفس المنحة شوف معايا مزيان ان او ار ماشي نفس المنحة تخيل عندك السيلندر هي هادي وانا جيت شديت هاد واحد المساحة صغيرة هنايا في الجناب هكا هاد الايد ديال هكا الوغ ان راه دايره هكا شفتوها وحتى او ار راه ماشي هكا يعني ان او ار عندهم نفس المنحه دونك الا خديت هنا واحد لا سيرفاس صغيره فتا ان راه ماشي هكا عندها نفس المنحه ديال او ار الوغ الا لاحظتوا معايا مزيان بالنسبه للوجه اللي فوق كي دايره ان او ار متعادله لحقاش ان راه هكا ماشي مع او زد او ار اصلا عموديه على او زد او ار عموديه على او زد دونك ان او ار متعادلين دونك لو فلو زيرو الوغ كذلك هنا لتحت ان و او ار او ار ماشي هكا متعادلين دونك زيرو الوغ لو فلو اللي كيخرج من هنا ومن هنا دونك سي زيرو كيبقى لنا فقط لو فلو اللي كيخرج مع الجناب الوغ لو فلو اللي كيخرج مع الجناب غادي نحسبوه دونك او ار سكالير دي اس نحسبوا هاد يعني هاد الاخر الوغ اول حاجه شنو كتعطيني او ار كتخرج هيا علاش خرجت انا او ار لحقاش او جميع النقاط ديال لا سيرفاس دو غوس هو نفسي علاش لحقاش جميع النقاط التي تنتمي لا سيرفاس دو غوس بعيده على او زد بشحال بالمسافه اكس كل نقطه كاينه في لا سيرفاس دو غوس كتبعد على او زد بهذه المسافه هذه اخ وحنا شنو قلنا قلنا او اخ ديبون دو اخ يعني اذا كان مجموعه من النقاط عندهم نفس اخ الار راه كونستانت كانوا مختلفين في الار غادي تبدل اذا حنا بما ان هاد النقط كاملين ديال لا سيرفاس دو غوس عندهم نفس الار الوغ هاد الار كونستانت الوغ كونستانت غادي تخرج من الاخر شنو غادي يبقى لنا غادي يبقى لنا الار سكالير دي اس بحال هكا الار سكالير دي اس الار هو شنو كيجي المنظم ديال الار شحال هو المنظم ديال الار واحد في المنظم ديال دي اس غادي نكتب دي اس في الزاويه ما بين الار والدي اس اصلا شكون هي الدي اس دي اس شفنا في الدرس قلنا هي دي اس ان يعني شنو جايين جايين او ار سكالير دي اس ان يعني غادي ندير ما بين او ار و ان هو المنظم او ار في المنظم ديال ان منظم او ار واحد المنظم ديال ان واحد شنو بقات بقات في الزاويه بيناتهم اصلا او ار و ان عندهم نفس المنحه متوازيين نفس المنحه زاويتهم زيرو الكوس ديال زيرو هو واحد يعني هذا جداء سلمي هذا كتعطيك واحد اشنو غتبقى واحد في الدي اس يعني غتبقى غير دي اس صافي كتساوي ماذا؟ Q intérieur sur epsilon 0. Alors, شحال هو هاد الانتيغرال ديال دي اس هو اس ER فوا اس كتساوي Q intérieur sur epsilon 0. شتي؟ الانتيغرال هو لا سوم، حنا شنو هو لا سوم ديال دي اس؟ دي اس دي اس دي اس اللي درت لنا سوم كتعطيك اس، صافي؟ دونك ER ER اس كتساوي Q intérieur sur epsilon 0. صافي؟ ودابا كنقلب على او ار شكون هي اس اس هي المساحه ديال لا سيرفاس دو كوس
هي هاد السيلندر هادي كتساوي كو انتيريور على ايبسيلون زيرو. دونك دابا غادي نحسب. دابا عندي دو كا، الحالة الأولى دونك أنا غادي نقسم من هنايا. دونك الحالة الأولى غادي ندير هادي سي اف صغار من اف، نبداو بكبر باش نمشي مع الشكل ديالي. اف كبر من اف، الوغ إذا كانت اف كبر من اف حنا شنو لقينا؟ لقينا دابا بلي او اف R فوا S، S هي لا سيرفاس دو غوس يعني المساحة ديالها، كتساوي كيو انتيريور، كيو انتيريور هي لي شارج اللي كاينة داخل لا سيرفاس دو غوس، شوف ايبسيلون زيرو. ألوغ شحال هي المساحة ديال السيلندر؟ لا سيرفاس دو غوس راها سيلندر، حنا كنعرفو المساحة ديال السيلندر هو محيط القاعدة في الارتفاع، محيط ديال القاعدة هو دو بي R، دو بي في الشعاع مضروبة في هاد الارتفاع. حنا غنفترضو بلي يعني هاد السيلندر دو غوس الارتفاع ديالها هذا H، نسميوها H، دونك دو بي اف اش كتساوي واحد على ايبسيلون زيرو مضروبه في كيو انتيريور. شحال هي كيو انتيريور؟ كي انتيريور هي لا شارج اللي كاينه لداخل من لا سيرفاس دو غوس. الا شفتو فين جايه لا شارج؟ وراه هي هاد السيلندر هادي اللي كاينه لداخل. شفت دابا لا سيرفاس دو غوس هي هادي، هاد شو فين هي الشحنه اللي كاينه؟ هي الشحنه اللي هزها هاد السيلندر اللي كاينه لداخل، السيلندر الحقيقيه الصغيره. هاد السيلندر الحقيقه طبعا الحرارة مازال ماشي لافين صافي، ولكن انا ما غاديش نتبع حتى لافين، انا خديت غير هنا صافي. الوغ كيو انتيريور هي لا شارج اللي كاينه لداخل من لا سيرفاس دو غوس، ولا شارج اللي كاينه لداخل من لا سيرفاس دو غوس هي لا شارج اللي كاينه في هاد السيلندر اللي داخل، حيت هي اللي مشارجيه صافي. دابا غنحسب الشحنه ديال السيلندر، حنا كنعرفو هذا فوليوم، حنا شنو كنعرفو كيو؟ فيها ثلاثه ديال الحالات، رو دي في اذا كان فوليوم شارجي، اذا كانت مساحه مشارجيه عندك مساحه فيه مشارجي كندير سيجما دي اس، اذا كان غير واحد لاين يعني واحد الخط مشارجي كندير انتغرال واحد كندير لامدا دي صافي. بما ان عندي السيلندر الصغيره كلها مشارجي يعني من الداخل يعني هذا الحجم حجم شارجي، هذا غنخدم بهذه صافي. كي دايره رو ديالنا؟ رو ديالنا راها كونستونت، اذا شنو كتساوي؟ انا كنقلب هذه كيو انتيريور رو كونستونت، غادي يبقى لانتيغرال ديال دي في. شنو هو لانتيغرال ديال في؟ هو في، في هو الحجم ديال من؟ فيت اتونسيون، الحجم ديال من؟ ديال السيلندر الصغيرة، لحقاش هي اللي مشارجية، متفقين؟ إذا في هو الحجم ديال السيلندر اللي مشارجية اللي هي السيلندر اللي داخل. ألوغ شحال كتساوي كيو انتيريور؟ هي رو في في، في هو الحجم ها هي ديال السيلندر شارجي. شحال هو الحجم ديال السيلندر؟ معروف هي المساحة ديال القاعدة في الارتفاع. شحال هي المساحة ديال هادي؟ بما ان الشعاع ديال هادي حنا كنعرفو المساحة ديال القاعدة بي ار كاري، ها هي بي ار، ولكن ما غاديش ناخد ار كبيرة لحقاش خدام مع سيلان صغيرة، دونك ار صغيرة بي ار كاري مضروبة في الارتفاع. شوف انا خديت لا سيرفاس دو غوس والسيلاندر اللي داخل عندهم نفس الارتفاع اش اش دونك فوا اش ايوا هاديك اللي بان صافي. دونك كيما كتلاحظوا عندي بي بي عندي اش اش مشات. اذا شحال بقات او ار؟ هاد جوج غادي نجيبوها لهيه و ار غادي نجيبوها لهيه، نرجعو في المقام. دونك شنو غترجع؟ ار كاري كاين هنا رو، رو في ار كاري غاتجي جوج لتحت، جوج ايبسيلون زيرو ار. شتي شنو الملاحظة ديالكم؟ شتي شنو القيمة؟ او ار ديبون دو ار، ها ار صغيرة شتي، مكايناش تيطا و مكايناش زيد. لحقاش شكون اللي خلاني مكايناش تيطا و زيد؟ هي لانفاريونس باغ ترونسلاسيون و لانفاريونس باغ روتاسيون، الوغ متفقين. إذا او ار ار كتساوي رو ار كاري سيغ دو ايبسيلون زيرو ار، وهذا هو لو شون الكتروستاتيك في الحالة ديال ار كبر من ار. دونك دابا غنكتب المتجه، ها دونك او في النقطة ام كتساوي او ار شكون هي رو ار كاري سيغ جوج ايبسيلون زيرو ار، وغنزيد حداها لحقاش الاول لقيناه ماشي مع او ار. الحالة الثانية إذا كانت ار ار صغيرة على ار قطعا، يعني دابا لا سيرفاس دو غوس خصني نرسمها لداخل. دابا شوف غادي نقلب هذا الرسم هذا، غادي نعاود نرسم لا سيرفاس دو غوس. السيلندر الحقيقية هي هذه، دابا شوف هذه هي السيلندر الحقيقية، هي الكبيرة هذه هي السيلندر اللي طبيعة الحال راها انفيني إلى آخره. دابا غناخد النقطة ان لداخل، لحقاش إلا كانت ار صغيرة على ار، بمعنى هذا هو لاكس او زد، او زد،
بمعنى النقطة M جاية لداخل، جاية هنا. ألوغ تا لا سيرفاس دو غوس غادي تكون لداخل، لحقاش لا سيرفاس دو غوس خاصها دوز من M. مادام غادوز من M غادي ترسم واحد السيلاندر صغيرة لداخل، هادي غير إيماجيني هاكا، هادي هي لا سيرفاس دو غوس، هي اللي كنرسمها دابا أنا حاليا. هي هادي مثلا، أنا بحال خاصها دوز من نقطة M. دونك بنفس الطريقة غادي هادشي مغاديش يتشونجا، صافي شنو غترجع؟ نفس القاعدة ها هي بو ار ار فاش مضروبة في اس، شكون هي اس؟ اس هي المساحة ديال لا سيرفاس دو كور. شوف معايا مزيان، السيلندر كبيرة، الكبيرة شحال الشعاع ديالها؟ هي اف. السيلندر صغيرة المساحة ديالها ار، او الشعاع ديالها ار صغيرة. اذا نفس القاعدة، دونك دو بي هذا هو المساحة ار فاش مضروبة الارتفاع. غنقول الارتفاع ديال هادي اش، صافي دونك فوا اش تساوي كو انتيريور. كي انتيريور هو لقينا قبيله شنو كيساوي، دونك بما ان رو كونستانت هي واحد على ايبسيلون زيرو، فاش لقيناها؟ لقينا كو انتيريور هي رو في في، دونك رو فاش مضروبه في في، هو الحجم ديال من؟ الحجم ديال لا شارج، الحجم اللي مشارجي لداخل من لا سيرفاس دو كورس. الوغ في اللي لاحظتوا المساحه الكبيره او السيلاندر الكبيره، يعني الحقيقيه هي الكبيره، هذه الكبيره كلها مشارجه، كلها مشارجه. بمعنى لا سيرفاس دو غوس دابا كي ولات لا سيرفاس دو غوس شارجي، هذه لا سيرفاس دو غوس مشارجه. علاش مشارجه؟ لحقاش السيلاندر الكبيره كلها مشارجه، ها هي كلها شارجي، دونك حتى لا سيرفاس دو غوس من الداخل مشارجه. انا شنو كنحسب؟ كنحسب كيو انتيريور. قلنا شكون هي كيو انتيريور؟ عرفنا برهنا عليها قبيله، قلنا هي رو في في، في هو الحجم اللي مشارجي، اللي مشارجي داخل من السيلاندر، يعني لا سيرفاس دو غوس. فين هو؟ هو هادشي هنا. اذا في هو الحجم ديال هاد السيلاندر اللي في الوسط، صافي، لان السيلاندر اللي في الوسط كله شارجي، دونك في هو الحجم ديال السيلاندر اللي في الوسط. شنو هو الحجم ديال السيلاندر في الوسط؟ كنعرفوا الحجم ديال السيلاندر بي في ار كاري في الارتفاع. ار ما غاديش نخدم ار كبيره، لحقاش هادي اللي داخل من هنا حتى لهنا ار صغيره، دونك بي ار صغير ار كاري فوا اش. ودابا غادي ندير شويه الاختزالات، دونك بي بي اش اش كاينه من واحد ار غتمشي من واحد ار هنايا، دونك شنو غترجع؟ او ار ار شنو كتساوي؟ اذا شنو بقات هنا؟ بقات هنا او، ياك مشات ار مع ار، دونك هنا رجعت غير ار، غادي جوج المقام سيغ دو ايبسيلون زيرو، وها لقيت شتي عندو علاقه فقط بار، دونك او في النقطه ام ايكال او ار سيغ دو ايبسيلون زيرو او ار شتي. وهاني هكا كنكون برهنت على باستخدام تيوريم ديال غوس، يعني استخدام تيوريم ديال غوس، ليكسبريسيون ديال لو شون الكتروستاتيك في الحاله ديال ار اصغر قطعا من ار، في الحاله ديال ار اكبر قطعا من ار. غادي نمشيو للسؤال الثاني، ديدوير بوغ ار صغر من ار و ار كبر من ار، ديدوير لو بوتونسييل الكتروستاتيك في، غادي نحسبو لو بوتونسييل الكتروستاتيك في الحاله ديال ار صغر من ار، في الحاله ديال ار كبر من ار. On suppose que, par exemple, le mouvement V pour R égale à 0. Quand R égale à 0, il y a une nocta M qui est à l'axe OZ. Parce que R est le mesaf M et M ou OZ. Donc, il est quand 0, quand on a trouvé un potentiel qui est 0. Alors, on va dire le lula ou le lula. Alors, on va dire le lula, on va dire maintenant si R sera à R. Donc, on va dire le lula, on va dire le lula. On va dire que je vais faire une relation avec le lula. إذا كنت كنعرف لو شون نقدر نعرف لو بوتونسييل، واحد العلاقة كنا كتبنا دي دو في، ياك اللي هو البوتونسييل كتساوي موان او سكالير دي ال، صافي موان او في داك النقطة ان، هادي كتبناها في الدرس. دي دو في كتساوي موان او، دي دو في هو واحد لافارياسيون صغيرة ديال البوتونسييل، كتاخد جوج نقيطات متقاربين ام و ام بريم متقاربين، فهاد النقطة ام كاين البوتونسيل، فهاد النقطة ام بريم كاين البوتونسيل، الفرق ديالهم كيتسمى دي في. دي في شنو كيساوي؟ كيساوي ناقص او ديال النقطة ام، هي النقطة الأولى، سكالير دي ال، دي ال هي ديك المتجهة من ام لام بريم كتسمى دي ال، المتجهة ام ام بريم كنسميوها دي ال، وكنسميوها الفيكتور دي بلاسمون اليمونتير. ديما كنقول لكم رجعوا لهاد الاخر، اللي ما تفرج لا فيديو رجع للسيستيم دي كوردوني، واحد لا فيديو درتو وراني هضرت على الفيكتور دي بلاسمون اليمونتير. الوغ بما انني خدام بلي كوردوني سيلاندريك، غادي نكمل بلي كوردوني سيلاندريك. دونك دي دو في شنو كتساوي؟
موان او في الحاله ديال ار صغر من ار ها هي شتي دونك هي موان رو فوا ار سور 2 ايبسيلون 0 او ار عامل او عفوا سكالير سكالير دي ان شكون هي دي ان غادي نخدم لي كوردوني سيلابريك عقلو مزيان في لي كوردوني سيلابريك هادي هي دي ان شنو كتب اسمها في الاخر هي دي ان او ار بلوس ار دي تيتا او تيتا بلوس دي زد او زد غير نتوما كاين اللي عنده في الدرس انا خدمت ب ار وتيتا و زد كاين اللي كيخدم برو وفي او زد بالنسبه اللي خدام برو كيكتب دي رو رو بلوس رو دي في او في بلوس دي زد او زد صافي انا غير بدلت الكتابه بلاص ار بلاص رو درت ار بلاص تيتا بلاص في درت تيتا الوغ دي ار غادي نعوضها بهكا دي ار او ار بلوس ار دي تيتا E theta plus dz ez. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. Je vais vous dire. Et je vais vous dire, je vais ER produit scalaire avec E theta. ER, E theta qui est dit, c'est un peu. Je vais vous dire ce que je vais vous dire. ER avec E donc je vais vous dire ce 0. Je vais vous dire ce que ER avec E theta, je vais vous dire 0. E R مع E Z متعامل دونك البرودوي سكالير ديالهم زيرو إذا شنو غادي تبقى؟ غتبقى دي في شنو كتساوي؟ موان رو R سور 2 إبسيلون 0 E R سكالير دي R E R E R سكالير E R أي متجهة غادي قاعدة U سكالير U شنو كتعطيك؟ كتعطيك هو المنظم ديال U أو كاري هادي قاعدة برودوي سكالير دونك E R سكالير E R شنو كتعطيك؟ هو لا نورم ديال او ار او كار شحال لا نورم ديال او هو واحد دونك واحد اذا او ار سكالير او ار واحد دونك دي دو في شنو كتبقى موان رو ار سور 2 ايبسيلون 0 دي ار دابا غادي ندير في شكون هي في هي الداله الاصليه لانتيغرال غادي ندخل لانتيغرال وصافي بريميتيف دونك في شكون هو في بريميتيف ديال دي في دونك البريميتيف ديال من ديال موان رو ار سور 2 ايبسيلون 0 دي ار Alors, rho constante, 2 epsilon 0 constante, moins, il y a une demi rajoute, donc vous voyez, je vais mettre ça. Moins rho sur 2 epsilon 0, la charge constante, elle est rajoute, prête l'intégrale R dr. Je vais mettre de l'acide. Alors, il y a deux plus de l'acide X, qui est X carré à la juge. De l'acide R, donc R au carré à la juge. Par exemple, elle est constante. Moins rho sur 2 epsilon 0, elle dit, je vais mettre R carré à la juge, plus un constante, c'est mis à C1. Parce que je me sens que c'est une constante tout à l'heure. Et donc, je vais faire le potentiel, je vais faire moins rho r carré, juge, il y a là, epsilon 0, alors voilà, epsilon 0 plus c1. Pour être clair, il a besoin de cette c1, c'est ce qu'on a dit, c'est-à-dire que c'est 0, il a fait le 0, on va dire que c'est 1. Si tu as le 0, c'est que tu as le r 0. Et donc, je vais dire, si tu as le c1, je vais dire, v. Pour r égale à 0. Il y a une fille qui a un r égale à 0. Elle a fait 0. Je vais faire c1. Et donc, je vais faire c1. Pour le potentiel, il y a un r qui a fait 0. On a fait un r qui a fait 0. Donc, c1 0. Donc, on a fait v. C moins rho r carré sur 4 y sinon 0. On a fait ça. Donc, il y a un r qui a fait le haut. Ça fait. Donc, هذا هو البوتنسيال ديالي اذا سي ار صغر من ار نعم سجلناه في ذاك النقطه ام البوتنسيال في النقطه ام شنو كيساوي موان رو ار كاري سور 4 اي سينون صفر نمشي للدوزيام كا دوزيام كا دوزيام كا سا فيدير ار كبر من سي ار سوبيريور ستريكتومون نحسبو البوتنسيال Alors, nous, c'est le cas, on va parler maintenant. Donc, E scalaire DV, c'est moins E scalaire DL. Il a dit, moins E flux point 1 scalaire DL. Ça va être le cas. E scalaire DL, on va dire, on a dit DV, je me dis, c'est moins, je vais dire, E scalaire DL, on va dire, c'est le cas, il a dit, c'est le cas, on va dire, on va dire, on va dire, الحالة ديال R أكبر من R شحال هي E ها هي فوق هي رو R كاري
جوج إبسيلون زيرو آر أو آر سكالير دي آر. دونك دائر بنفس الطريقة غنعوضوها ديد آر أو آر زائد آر دي تيتا أو تيتا زائد دي زد أو زد. إذا شنو غتبقى في التالي كيما بغينا هادي منين حسبناها شحال عطاتنا؟ عطاتنا دي آر دي آر هادي كلها كتساوي دي آر. دونك دي في سي موان رو آر كاري sur 2 epsilon 0 r pour la visite dr. Ça fait donc une seule. Donc v est de là, l'aslia de f. Donc on va dire de l'aslia rho juge epsilon à l'écho juge de r carré. Donc moins rho r carré sur 2 epsilon 0 à l'écho juge. On va dire qu'on va dire 1 sur r dr. Parce que r variable, r par un mec. De l'aslia de 1 à la r, on va dire que 1 à la x. De l'aslia de 1 à la x, ou l'a l'a prima montaqa de x. C'est-à-dire qu'on va voir le mal. Primitive de 1 sur x, c'est ln, valeur absolue de x plus constante. Donc 1 sur r, ln de la valeur absolue de r plus constante. R, 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 moujab. R, ou le messafe m, m, ou le mihwar oz. Et d'un madame moujab, la valeur absolue de r, il y a r. Et d'un jour, on va dire que donc v, que c'est oui moins o, r carré sur 2 epsilon 0. ln de r, ça fait qu'on a la valeur absolue de r, il y a r plus constante, hein, c'est bien c'est ça. D'abord, le constant, qui va je vais dire là. D'abord, je ne sais pas, d'abord, r qui est à la r. Bien, je vais dire r qui est à 0, il y a d'autres qui est à 0. Je vais dire que je vais dire que c'est à 0, ça r qui est à 1. Yani, ça fait que ln de 1. Mais bien, ولكن, هذه اللي عطيتها 1. هذه خصنا نعطيها هنا واحد ماشي في يعني في بين قوسين في بين قوسين ار تساوي واحد ولكن البوتونسيال بالنسبه لار كتساوي واحد ما عطيليش التمرين دونك ما عنديش اذا ما نقدرش نعطيها واحد شوفوا معايا مزيان شنو غادي يصير انا غادي نشوفكم السيلندر هذه هي السيلندر ديالي شوف معايا مزيان البوتونسيال راها كونتيني شنو المعنى ديال هذه حنا حسبنا دو زيكسبريسيون ديال الاخر حسبنا البوتونسيال في الحالة ديال R صغر من R ها هو وفي الحالة ديال R كبر من R ها هو غادي المشكل غير السي دو إذا باش غنلقى السي دو غنستعمل لا كونتينيتي ديال لو بوتونسيال شنو المعنى؟ يعني البوتونسيال راه دالة يعني متصلة فين؟ في جميع النقط غادي ناخد الحالة شوفوا معايا مزيان باش نلقى السي دو غادي ناخد لو كا ديال R كتساوي R إذا كان R كتساوي R علاش انا بالضبط اختاريتها حتى انا كنعرفو في الماط سميت الداله ديالي سميتها في في الماط شنو كنعرف كنعرفو الداله كتكون متصله في شي نقطه الا كانت ليميت ديال اكس مثلا متصله في اكس 0 ليميت في اليمين ديال اكس 0 كتساوي ليميت في اليسار ديال اكس 0 كتساوي اف دو اكس 0 دونك الا كانت هذه راه متصله انا شكون اللي كتلعب الدور ديال اف هي في اذا انا ما غاديش نكتب الليميت غادي نكتب غير بحال هكا في هي اف دابا شكون هو اكس 0 هو ار بلس اكس 0 خديت ار يعني فين ار ماذا شنو هنا بلس غادي نكتب هنا بلس يعني البوتونسييل في اليمين ديال ار اذا كان ملي كنقول اليمين ديال ار هذه هي السيلاند فين جينا من هنا لهنا ار ملي كنقول اليمين ديال ار سافو دير كبر من ار يعني ار صغيره كبيرة على R ولكن غير بواحد شوية بحال غناخد واحد النقطة غير هنا هاد النقطة هادي من هنا حتى لهنا راها R من هنا حتى لهنا هادي راها R صغيرة ومن هنا لهنا R كبيرة R صغيرة كبيرة على R غير بواحد شوية يعني طون فيغ R بلس هادي هي في R بلس يعني كبر من R غير بشوية كتساوي في R صغر من R غير بشوية يعني R موان هي هادي كتساوي في دو R بحال هكا هذا هو لا ألوغ بما ان غادي نقول بما ان البوتونسييل ايت اون فونكسيون كونتيني دونك في ار بلس خصو يكون كيساوي في ار موان يعني جميع النقط مثلا في في 5 مثلا خديت المسافه ما بين ام و زد هي 5 في 5 بلس كتساوي في 5 موان صافي الوغ اذا شنو غادي نكتب هنايا اون في ايت اون فونكسيون كونتيني Donc, le potentiel R plus, c'est le potentiel R moins. L'imitant pour R plus,
يعني ار صغيره كبيره على ار، فين غادي نخدم؟ خصني كتقول ار بلس يعني كبر من ار، ملي كنقول كبر من ار خصني نخدم بهذه صافي، كتساوي في ار موان، شنو هي ار موان؟ صغيره على ار، ملي كنقول صغيره على ار خصني نخدم بهذه. اذا نعوض دابا هنا في ديال ار بلس، ملي كنقول ار بلس كبر من ار، ملي كنقول كبر من ار غادي نخدم بهذه، يعني شكون هي اللي غادي نعوضها بار؟ ار صغيره، ار صغيره غادي تعوضها بار كبيره، اذا شنو غتجي؟ ناقص في ار كاري ln، ها هي بلاص ار صغيره غادي نكتب ار كبيره سيغ 2 ايبسيلون 0 بلس سي 2، شنو كتساوي؟ في ار موان، ملي كنقول ار موان يعني صغر من ار، ها هي بلاص ار صغيره غادي ندير ار كبيره، دونك كتساوي ناقص رو ار كبيره او كاري سيغ 4 ايبسيلون 0، دابا يمكن لي نلقى سي 2، دونك شكون هي سي 2؟ هذا زائد هذا، دونك هذه الى مشى لهنا رجع زائد، دونك رو ار كاري ln دو ار سيغ 2 ايبسيلون 0 موان رو ار كاري سيغ 4 ايبسيلون 0. دابا ندير واحد التعميل اللي لاحظتو، رو ار كاري على ايبسيلون 0 نعملو بها، دونك انا نعمل بها، دونك نعملو بها، اذا سي 2 كتساوي رو ار كاري سيغ ايبسيلون 0 عامل، شنو غتبقى تماك؟ ln دو ار سيغ 2 موان دونك انا عملت برو ار كاري سيغ ايبسيلون 0 غتبقى ار سيغ 4، وهاني لقيت سي 2. دابا فين غادي نرجع؟ غادي نرجع لهنا سي 2 غادي نعوض هذا الشيء، اذا شنو غترجع النتيجه؟ دونك في ايكال موان رو ار كاري سيغ 2 ايبسيلون 0 ln دو ار بلس سي 2، سي 2 هي رو r carré epsilon 0 عامل ln de r sur 2 moins 1 sur 4 هذه r. الى عرفتوا كاين واحد التعميل نعملو، نقدر نعملو بهذه كامل، انا غادي نعمل برو، شوفوا معايا مزيان، نعمل برو r carré على جوج epsilon 0 كامل صافي، الى عملت بها كامل شنو غتبقى؟ تبقى هنا ناقص ln r، طبيعة الحال هنا انا عملت sur 2 اكس، هنا كاينين جوج بحال اللي غادي نضرب هنا في جوج وهنا في جوج، وهاد جوج اللي هنا دخلها الداخل، إلا دخلت جوج لهنا غتمشي جوج مع جوج، إذا شنو غتبقى هنا؟ ln دو ار بلس ln دو ار، حتى هنا دخل جوج، ناقص جوج على ربعة هي ناقص واحد على جوج، دونك في كتساوي رو، كاينة واحد الناقص ياك، رو ار كاري، دونك أنا عملت عملت هي هاديك، سيغ دو ايبسيلون زيرو كاري، عامين نخدمو شوية القواعد، ان ln ديال ار ناقص ln ديال ار هي ln ار على ار ناقص واحد على جوج، وهاني كنكون لقيت البوتونسيال في الحالة ديال ار كبر من ار. كنمشيو لا كيستيون 3، بوكوا اون نو بو با بخوند في ار في لانفيني كتساوي زيرو، علاش ما يمكنليش ناخد البوتونسيال إذا كان ار كيمشي لانفيني ناخد واحد النقطة بعيدة بزاف في لانفيني تساوي زيرو، علاش شنو السبب؟ حنا قلنا ممكن ناخدو البوتونسيال زيرو، ولكن دابا علاش؟ سي تري فاسيل باسكو علاش؟ لان السيلندر ديالي انفيني، مادام السيلندر انفيني يعني كاينين دي شارج في الانفيني، ومادام كاينين لي شارج في الانفيني دونك البوتونسيال راه كاين، ميمكنليش ناخدو زيرو، كون كان السيلندر ديالي ماشي انفيني، يعني سيلندر عادي ماشي انفيني، الوغ الى مشيت للانفيني البوتونسيال غادي يرجع زيرو، لحقاش بعدت على السيلندر بزاف، ملي كنبعد على السيلندر بزاف دونك مكاينش بوتونسيال، مكاينش شون الكتروستاتيك دونك مكاينش بوتونسيال سي زيرو. ولكن بما ان السيلندر ديالي انفيني دونك ما نقدرش نقول بان البوتونسييل في الانفيني ايكال زيرو، دونك هذا هو الجواب ديالي. دونك لا كيستيون 3 اون نو بو با ندير عليها كا كار، شنو هو السبب؟ كار كار لو سيلندر اي انفيني، دونك il y a des charges à l'infini، il y a des charges، كاينين لي شارج اه لانفيني، دونك ما عنديش الحق باش نقول بلي البوتونسييل ديالي في لانفيني ايكال زيرو. نمشيو كيسيون 4، سيرو اي فاريابل، دابا الى اعتبرنا بان السيلندر ديالها السيلندر اللي خديناها رو ماشي كونستونت، يعني لا دونسيتي فوليميك دو شارج ني با كونستونت، مانتونو فاريابل عطاو لي رو كتساوي رو زيرو ار سيغ كو دوفيان، شحال غادي يرجع؟ طبيعة الحال ما غاديش يبقى او داكشي اللي لقينا في الاول، غادي تشونجا طبيعة الحال، دونك انا نعاودو نحسب. الو طبيعة الحال باستخدام التيوريم ديال قوس، الو كنا درنا التيوريم ديال قوس، دونك نمسح هذا من ديما ندير بوتونسيال دابا، هذا في الحالة ملي كانت سيلاندر ملي كانت غو كونستونت، هذه راني سجلت هنايا، هذه في الحالة ملي كانت غو ايكال كونستونت،
هادشي لقينا بالتيوريم ديال بوس. دابا رو فاريابل، الوغ نعاود ندير دو كو. الحالة الأولى اللي كانت ار صغار من ار، عقلتو مني كنا حسبنا لو في، شنو لقينا لو في؟ لقينا هكا او ار ار هكا كتبنا مضروبة في لا سيرفاس دو بوس كتساوي كيو انتيريور سور ايبسيلون زيرو، دونك هادي هي الريزولتا اللي وصلنا ليها. مازال الوغ دابا انا في الحالة ديال ار صغيرة من ار، شحال هي المساحة ديال لا سيرفاس دو بوس؟ لا سيرفاس دو بوس سيلاندر، الوغ هي او ار ها فوا اس، شكون هي اس؟ هي المساحة ديال لا سيرفاس دو بوس هي دو بي اف اش، ار صغيرة لحقاش الشعاع ديال المساحة دو بوس هي ار صغيرة، وهذا السلاندر الحقيقي فوا اش. فين بقى لي المشكل؟ كيو انتيريور، كيو انتيريور هي لا شارج اللي كاينة لداخل من لا سيرفاس دو بوس، هادي هي لا سيرفاس الكبيرة أو السلاندر الكبيرة، لا سيرفاس دو بوس هي هادي اللي داخل. حنا اصلا السلاندر الكبيرة كلها مشارجية، دونك حتى لا سيرفاس دو بوس كلها شارجي، كلها مشارجية، لحقاش السلاندر الكبيرة كلها مشارجية. الوغ شكون هي كيو انتيريور؟ هي هادي اللي بالأولى، هي كيو انتيريور، خصنا نحسبو. الوغ بما أن هذا أن فوليوم يعني حجم، الوغ شكون هي كيو انتيريور؟ سي لانتيغرال تريبيال او دي في، ياك؟ نحسبو باش نعرفو. شحال هي؟ ها مابقاتش دابا كونستونت، رجعت فاريابل. لانتيغرال تريب، دونك رو زيرو ار سور ار فوا دي في. نتعلمو شوية نحسبو، دونك المساحة هادي، دونك نحسبوها، إيكال، رو زيرو ثابتة، ار ثابتة تخرج، وغتبقى لنا ار دي في، دي في، دي في هو واحد الحجم، شو كيتسمى؟ أن فوليوم إليمونتيغ، واحد الحجم صغيرة، أش من كوردوني استعملنا دابا؟ حنا كنستعملو لي كوردوني سيلاندريك في التمرين هذا، ألوغ رجعوا دائما الفيديو اللي كنا درناه على لي سيستيم دو كوردون، وراح شفنا دي دو في. في الحاله ديال لي كوردوني كارتيزيان كوردوني سيلاندريك و سفيريك، في الحاله ديال لي كوردوني كارتيزيان سيلاندريك هذا هو دي في، انا كتبو ار شنو كتبنا؟ كتبنا هكا دي في، رجعوا للاخر وغادي تلقاوها، دونك كتساوي دي ار مضروبه في ار دي تي بلا مضروبه في دي زد، يعني هي ار في دي ار في دي هي ار، معنى نديرها هي ار في ديت ار في ديت تيتا في ديت زد، اوكي؟ بطبيعة الحال ار في ار هي ار كاري، هادشي في الحالة ديال لي كوردوني سي غير بلاصة انا ار، كيما قلت لكم كاين اللي كيكتب انا بلاصة رو كتبت ار وبلاصة في كتبت تيتا، هادشي اللي كاين باش ما يمشيش شي واحد يدخل في هاد النقطة، دونك غتعطيني لانتيغرال هي ار كاري ديت ار ديت تيتا ديت زد. مزيان دابا خصنا نحسب هاد لانتيغرال هادا، الوغ هاد لانتيغرال فيه تلاتة، شنو هي؟ شحال عندنا دي فاريون؟ عندنا ار وعندنا تيتا وعندنا زد، ساهلة، شنو كتسمي؟ كدير رو زيرو على ار، ياك عندك تلاتة كدير لانتيغرال اللول مضروب في لانتيغرال التاني مضروب في لانتيغرال التالت، لانتيغرال اللول كدير فيه الفاريابل اللول، شكون هو الفاريابل؟ هو ار، هاهي ار كاري دي ار، غتكتبها هنا مضروبة، الفاريابل التاني دي تيتا، هاهي الفاريابل الثالث دي زد، شنو بقى لك لي بوك؟ شنو غتكتب هنا؟ شنو غتكتب هنا؟ هنا الى اخره. دابا شوفوا معايا مزيان، انا راني لداخل، هاي باش نعاود نرسم السيلاندر، هذه السيلاندر الحقيقيه، وهذه السيلاندر او لا سيرفاس دو بوس هي هذه اللي داخل، هي اللي مشارج. ار هي المسافه ما بين النقطه ان، يعني من النقطه ان حتى الاو زد، هذا هو او زد، هو هذا اللي دايس الوسط، هذا لاكس او زد. الوغ ار ملي كيتشونج، تخيل النقطة ان إلا جات على لاكس او زد، شحال شحال هي؟ زيرو، إلا جات ان هنا كرها زيرو، إذا كيبدا من زيرو، في كيتسالا الماكسيموم ديالو، أصلا شحال الشعاع ديال هادي اف؟ يعني كيبدا من زيرو حتى اف، ميدوش اف، لحقاش الشعاع ديال هاد السيلاندر هو اف، دونك ار ملي كيتشونج من زيرو جوسكا اف، صافي. تيتا، تيتا هي الزاوية ديال المستوى، تيتا راه درناها في لي كوردوني سيلاندريك كتشونجا من زيرو حتى لدو بي ديما، تيتا كتشونجا هي في من زيرو لدو بي، من زيرو لدو بي، قالت لي ديت زد، زد هو الزد ديال النقطة ام، تخيل النقطة ام إلا جات لتحتها، أنا من هنا لهنا سميتها اش، صافي؟ هنا درت النقطة ا، أنا افترض هادي اش، ألوغ من هنا لهنا درنا او جاية في لو سونتر، صافي؟ او درناها في السونتر. دونك من هنا لهنا شحال؟ اش على جوج، إلا جات النقطة الفوق غادي يكون الارتفاع ديالها أو الزد، هذا هو الزد ديالها، شحال غيكون؟ اش على جوج،
الا جات لتحت غتجي في الجهه السالبه ناقص اش على 2 ماشي اش على 2 لحقاش زد لحقاش النقطه اي جات في الجهه السالبه ديال اوز زد. اذا ملي كتشونجها ناقص اش على 2 تصبح اش على 2 دونك هذا هو اللي كاين. اذا ناقص اش على 2 اش على 2 دونك انا غادي نكتبها دونك رو 0 سور ار ياك انا غير بغيت نبرح لكم عليها وصافي. الداله الاصليه ديال ار اس 2 هي ار اس 3 على 3 ما بين 0 و 1 مضروبه. الداله الاصليه ديال تيتا هي تيتا ما بين 0 و 2 الداله الاصليه ديال زد هي زد ما بين ناقص اش على 2 و اش على 2. طبعا هذا غير برهان باش مره اخرى تعقلوا ليه. طبعا بحال كنعوض في الاول ار اذا شنو كتجي ار اس 3 على 3 الى عوضت ب 0 كتجي 0 مضروبه تيتا نعوضوها ب 2 دونك دو بي نرجعو نعوضوها ب 0 دونك 0 زد نعوضوها ب اش على 2 شنو غادي تجي؟ غادي تجي اش على 2 وكندير ناقص عاوتاني نعوضها بناقص اش على 2 ها هي بحال هكا ناقص ناقص اش على 2 زائد اش على 2 زائد اش على 2 هي اش دونك اش. اذا شحال عطاتني النتيجه؟ اذا شفتو اذا لاحظتو هاد يعني هاد الريزولتا عطاتنا دوبي شتي دوبي دوبي مضروبة في اش مضروبة في ار اس 3 على 3 مضروبة بطبيعة الحال في رو 0 على ار. إذا شحال النتيجة التالية؟ أنا درت لكم البرهان ديالها دونك غنمسح هادي. إذا شحال هي كيو انتيريور؟ واحد على ايبسيلون 0. شكون هي كيو انتيريور؟ كيو انتيريور هي رو 0 رو 0 على ار ديك الثابتة مضروبة في الحجم اللي مشارجي. الحجم اللي مشارجي قلنا هو الحجم ديال لا سيرفاس دو كوس. شحال هو الحجم ديال لا سيرفاس دو كوس؟ هي هادي دو بي ار اس 3 ندير اش هنا ماشي مشكل دو بي اش ار اس 3 على 3. دابا يمكننا نلقاو او ار دونك راني عوضت كيو انتيريور دونك هادي هي كيو انتيريور مضروبة في واحد على ايبسيلون 0 دونك كيما كتلاحظو دو بي دو بي اش اش دونك مشات. اذا شنو نقات او ار هاد ار غادي تجي للمقام دونك غتختل هاد ار مع ار غتبقى هنا ار كاري. اذا شنو غتبقى هنا؟ غتبقى واحد رو زيرو غتبقى هنا ار كاري وغتبقى هنا ثلاثة في ايبسيلون زيرو في ار. اذا شفتو النتيجة التالية دونك دابا نكتب المتجهة او في النقطة ان هي رو زيرو ار كاري على 3 ايبسيلون 0 ار او ار. دونك شفتوها مختلفة على النتيجة ديال الحالة ملي كترو كونستونت. هنا عندنا رو على 2 ايبسيلون 0 شفنا النتيجة كيدير. دونك هذه هي الحالة ديال ار صار من ار وانا غادي نرجع نسجل عليها. دونك هذه هي ريزولتا فينال. اذا شحال كتساوي او في النقطة ان دونك سي رو 0 فوا ار كاري سور 3 ايبسيلون 0 ار. دابا غادي نمشي للحالة ديال ار كبر دونك نفس الطريقة الحالة ديال ار سي ار كبر من ار صافي. دونك إلا كان ار هادي هي السيلاند الحقيقية ديالي اللي هي انفيني بطبيعة الحال كلها شارجي من هنا لهنا عندي ار كبيرة وهادي لا سيرفاس دو كوس هي هادي اللي الشعاع ديالها من هنا حتى لهنا ار صغير لا سيرفاس دو كوس هي الكبيرة. اذا نمشي كما العاده دونك شنو لقينا؟ لقينا حسب التيوريم دو غوس او ار ار فوا اس اس هي المساحه ديال السيرفاس دو غوس. شحال هي المساحه ديال السيرفاس دو غوس؟ هي دو بي ار يعني الشعاع ديالها فوا اش الارتفاع كتساوي كيو انتيريور يعني اس سور ايبسيلون 0 كيو انتيريور مزيان كيو انتيريور. اذا كيما بنفس الطريقه قبيله هي غير باش نعاودو كل ما توصلنا لهذه النتيجه كنا توصلنا باللي كيو انتيريور شنو كتساوي؟ كتساوي رو زيرو سور ار وشنو بقى داخل من لانتيغرال؟ بقات دي دو في ياك وبقات ار ياك هادشي اللي كنا توصلنا عن طريق البرهان. برهنا باللي رو زيرو سور ار لانتيغرال قلنا دي دو في هي ار دي ار دي تيتا دي زد دونك رجعت ار كاري دي ار دي تي با دي سي دونك نفس النتيجة دونك رو زيرو ار عندي لانتيغرال ار كاري لانتيغرال دي تي با لانتيغرال دي زي ثلاثة دي زانتيغرال كدير ثلاثة دي فاريابل دونك ثلاثة دي زانتيغرال. بطبيعة الحال هنا كنهضر على في لي شارجي يعني كنهضرو على الفوليوم لي شارجي داخل لا سيرفاس دو كوس لحقاش نقلب على كيو انتيريور. كيو انتيريور هي هادي لي داخل هي هادي لي ملونة صافي
الوغ هادي اللي الاولى ار مني غادي تشونج، انا كنهضر على لي شارجي هاي راه بادي ار هو هاد المسافه ما بين النقطه و الزد الا كان هنايا دونك سي زيرو من زيرو حتى لهنا هذا زيرو ومن هنا حتى لهنا هو الشعاع ار كبيره دونك ملي كيتشونج من زيرو ار كبيره علاش انا درت من زيرو ار كبيره باسكو انا كنقلب علاش على الفوليوم اللي شارجي هذا هو الفوليوم اللي شارجي صافي وفي الفوليوم اللي شارجي ار مني كيتشونج ار كيتشونج دو زيرو جوسكا ار كبيرة دي تيتا تيتا هي الزاوية اللي كاينة في المستوى تيتا هي هادي ديك الزاوية اللي كدور من زيرو لدو بي ثم دي زد بطبيعة الحال هاد السيلاندر اللي داخل والسيلاندر خديت عندهم نفس الارتفاع اللي هو اش اش هو هذا نفسه الوغ هادي او دونك الا كانت ملي كيتشونجا يعني زد زد كيتشونجا من هنا حتى لهنا من هنا لهنا غادي يكون ناقص اش على جوج لتحت والفوق اش على جوج دونك ناقص اش على جوج تساوي اش على جوج صافي دونك الى حسبنا دابا الهدف هادشي كله نحسبو كيو ان تيريور دونك سي رو زيرو سوغ ار دابا الاصليه ديال ار كاري دونك ار اس 3 على 3 غادي زيرو ار دابا الاصليه ديال تيتا دونك تيتا اونتر زيرو دو بي ودي زد كترجع ليا زد ما بين ناقص اش على جوج اش على جوج طبعا الحاله اللي حسبناها قبيله عطاتني اش هذه حسبناها عطاتني دو بي هذه اللي حسبناها كتجي ار اس 3 على 3 اذا قمنا بالتعويض ديال كي انتيريور هذه كي انتيريور كان با صافي احنا حسبناها رو زيرو على ار وهذا كنا حسبناه اذا النتيجه التاليه او ار ار تساوي طبعا الحال دو بي اش غتمشي مع دو بي اش إذا شو غتبقى هنا غتبقى هنا رو زيرو حال ار اس 3 تصل مع ار دونك غتبقى فوق ار كاري تحت غتبقى 3 ايبسيلون زيرو وغادي تجي ار المقام دونك ار إذا هذا هو لو شون في النقطة ام في الحالة ديال ار أكبر من ار دونك غتغير رو زيرو فوا ار كاري سيغ 3 ايبسيلون زيرو ار او ار دونك هادو هما لي دو كا ديال هاد السؤال الاخر دونك هكا كنكونو ختمنا التمرين ديالنا الى نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد التمرين هذا ما تنساوش تخليونا على الكومونتير ويعني والحوايج اللي ناقصينكم ان شاء الله مازال نوصلوا في هاد التيورين ديال البوست مع تمارين اخرى اذا شكرا للمتابعه والى اللقاء